الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. محمد المنجب وقرة كاتب عام جمعية الولاري مقاومة الاستعمار وعائلات شهداء الحركة الوطنية. هذه جمعية وطنية تعنى بخصوصياتها تعنى بمشاغل المقاومين وعائلات شهداء الحركة الوطنية. نحتفل اليوم بالذكرى 66 لعيد الاستقلال ونترحموا على شهداء الحركة الوطنية اللي لولاهم ما كنا في هالوضعية هذه. وإن شاء الله نتمنى من رئاسة الحكومة ومن السيد رئيس الدولة لفتة كريمة للعائلة الشهداء والمقاومين اللي نعتبرهم الحكومات المتعاقبة فهمني على الحكم تجاهلوهم وعندهم ملفات في رئاسة الحكومة. العديد منهم أنصفتهم هي الحقيقة والكرامة لكن ملفاتهم ما زالت في رئاسة الحكومة. والحقيقة احنا كي نشوفوا ابناء وبنات واحفاد شهداء الدولة الوطنية اللي قدم ارواحهم من اجل ان نكونوا احنا في دولة 56، الحقيقة ذكرى لابد ان نفتخروا بها ونفتخروا فيها كل عام. اعطاوا ما حسبوش واحنا هذوما حملونا الرسالة وحملونا الامانة ومن خلالهم زاد باش نحملوا الامانة للاجيال القادمة ان شاء الله. من خلالهم هما ان شاء الله تونس ديما لاباس. واحنا كي قلنا احتفالين اليوم نشوف ربي اكرمنا ونعمنا بمناسبه عيد الاستقلال بامطار كانت عندها اثر ايجابي كبير على جهه القروان، والحقيقه اعطت دفع جديد وروح جديده ومعنويات جديده للفلاحين في ولايه القيروان. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. مودي العرفاوي رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة الاستعمار وعائلات شهداء الحركة الوطنية. رأيك في مثل الاحتفالات هذه؟ والله هي الاحتفالات هي عيد ذكرى خالدة، من المفروض تكون أحسن من هك، تكون فيها على الأقل يكون مهرجان. أنا نتعديت توع القرون ما ريتش فيها علامات معلقة ما ريتش كذا. هو عيد وطني والعيد هذا يجب نحتفلوا به كم الفومات تبقى على الأقل خير من اللي ما فماش، ولو أنه فما خاصة في الحكومات المتعاقبة يحبوا يتجاهلوا التاريخ الوطني، فهمت، يحبوا يتجاهلوه كذا، لكن بحول الله تونس عندها أولادها وما خلوش الأعياد الوطنية يتجاهلوهم وما خلوش يطمسوا تاريخ تونس المجيد. والله لفتة بالنسبة للمقاومين راهم حالتهم ما تعجبش، قاعدين نحن نناضلوا من أجلهم من أجل حقوقهم، وإن شاء الله باش تقلوا تونس على قريب، وإن شاء الله باش نحاولوا نعملوا وقفة باهية قدام القصر وإن شاء الله نجيبوا لهم حاجة. وكاو الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.